حظا أوفر نلقاك السنة الجاية إن كان هناك الفريق لبرناندو بيدريتو. وبالتالي مباراة يحصل به الأمان وحاول السلام يا السلام يؤدي الهدف لصالح الهلال وفرحة أولى هلالبية هدف عن طريق سانييه والله عليه والله عليه وبدأ الحساب بالسانييه عن طريق سانييه يسلم راسك يا سانييه شوف الكرة والارتقاء لما في ارتقاء هو من الوضع واقفا سانييه يلعبها مهند عرضية بالمسطرة والقلم والسانييه والله عليك وتسلم راسك ورجليك يا سانييه شوف الكرة الرأسية سوبر ماريو كان السوبرمان في المباريات الماضية ولكن صعبة صعبة يا ماريو جيب تسديدة لمهند أليكس مستخلص يا السلام يا عمر تمريرة في الأمام لعمر رمانة وسط الملعب في الهلال كاريكا يلا يا كاريكا لا تسلل كاريكا مرور تسديدة في غمضة عين الراجل سحب نفسه في غمضة عين سحب نفسه والهدف من جانب كاريكا رائع ولكن صناعة الهدف هي الأروع صناعة الهدف هي الرائع من عمر بخيت تحرك كاريكا وعمر بخيت استجامية وثنائية عمر وكاريكا التحرك شوف عمر بخيت قال له يا راجل جيب الثاني جيب الثاني وريحنا كاريكا رد علي بتحية بأجمل من التحية ورد السلام بهدف بتمريرة رائعة من عمر بخيت وهدف فروع من جانب مدثر كاريكا